كابتن ابراهيم، انا بقى دلوقتي بتكلم الحكم الدولي الكبير خبرات والاسم. انت الاعلام كبير. العفو يا فندم. الفار في مصر دلوقتي ماشي بشكل سليم 100%؟ ما زلنا حتى الان نشكو من الفار ونقول انه في مشكله في التقنيات، في مشكله في الكاميرات، في ازمات كثيره حول الفار، رغم ان الفار دوت لما تم اختراعه كان هدفه الاساسي انه يساعد ويقلل كثيرا الاخطاء التحكيميه. حضرتك بقى لك كام سنه اعلامي؟ يعني حوالي كتير، يعني 12 سنه. 12 سنه. سنه اولى وسنه ثانيه اعلام زي سنه 12؟ لا طبعا، كل حاجه خبرات. احنا ليه عايز، احنا ليه بنحاسب الحكام ان هم ملائكه؟ هو مش مطلوب مننا ان احنا نغلط؟ احنا مش ماشيين على فكره، احنا بني ادمين، احنا بني ادمين. انت ممكن حضرتك وانت بتقول لي سؤال تساله بصيغه انا ما فهمهاش، او ترد عليا رد، او ارد عليك انا رد على غير السؤال. احنا بني ادمين. بس انت قلته دوت مختلف، مش ملائكه. بس الكلام اللي انت قلته دوت في مضمونه سليم، ولكن في حقيقته في مشكله، انه احنا بنتكلم على حاجه تكنولوجيه. يعني انا دلوقتي مش بتكلم على بشر. في بشر مساعد فيها ان هو اللي بيشتغل على التكنولوجيا ديت، بس بما اننا عملنا تكنولوجيا فدي حاجات كاشفه بخطوط وبصور. احنا بنسمع دايما الخط كان معوج، بس التكنولوجيا دي اللي بيشغلها بشر. مفهوم، بس المفروض تسهل لك بقى. انت دلوقتي مش شغال بطوله، يعني زمان مثلا كنا نقول ايه، الكابتن ابراهيم نور الدين دي عذره ما شافش اللقطه، الحكم المساعد ما لحقش، ما كانش واقف صح. لكن في وجود الفار وفي اخطاء ما زالت تتكرر، يبقى عندنا مشكله. دي سهله، يعني انا بقعد اتخيل نفسي لو انا قاعد على الفار، ما انا هعيد كذا اعاده وهشوف اللقطه وسهله. نتفق اتفاق. اتفضل. وانا عارف ان انت راجل محايد وراجل فير يعني. طب اخطاء السنه اللي فاتت، اخطاء سنه اولى فار زي السنه اللي فاتت ولا قلت السنه اللي فاتت؟ قل. السنه دي قلت ولا لا؟ قلت. يبقى في تحسن. يبقى برضو ارجع اقول لحضرتك، بص للنص الكوبايه مليان. في تحسن. ما تطلبش مني ان انا حكم في اوروبا متفرغ محترف بيتمرن كل يوم على تقنيه الفيديو وملتزم بالتحكيم وبس وبالرياضه وبس، لحكم تاني شغال في بنك بيصحى الساعه 6 الصبح او شغال في هيئه ما في الدوله، بيروح 6 الصبح ينزل الشغل، يروح الشغل الساعه 8 يرجع الساعه 4، عايز ينام ساعتين عشان ينزل يتمرن عشان يرجع ينام عشان يروح شغله. هو ما عندوش الوقت الكافي، ما عندوش الوقت الكافي انه يبقى مركز 100% في تقنيه الفار وفي البدني. غير ده الحاله الاقتصاديه الفتره اللي فاتت، احنا بنشكر طبعا الدوله المصريه متمثله في وزاره الشباب والرياضه ان هي قدرت بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم يجيبوا موافقات ان هم يدخلوا تقنيه الفار بالمبالغ الكبيره دي في ظل الظروف اللي البلد كانت بتمر بيها. مصر بترجع اقوى. فواحده واحده ان شاء الله التقنيه ديت هتتحدث. والحكام كان في اخطاء 50%، السنه اللي فاتت بقت 40%، السنه دي ممكن تبقى 5%. 5% ممكن تتلغي السنه الجايه. صح. ستيب باي ستيب. بمناسبه الامور الماليه، انتوا خدتوا كل مستحقاتكم ومبسوطين وفرحانين كحكام ولا لسه؟ والله المستحقات الماليه اتحاد الكوره مشكورا، كان في مجموعه من الحكام راحت الاتحاد قابلت لجنه الحكام، اللي هو ده التسلسل الطبيعي يعني. ولجنه الحكام اتكلمت مع مجلس اداره اتحاد الكوره، والمفترض ان شاء الله الفلوس هتتصرف خلال الشهر ده ان شاء الله. بس لسه ما اتصرفتش، عشان كان في كلام انها اتصرفت حتى هذه اللحظه لسه. اللي انا عارفه ان المفروض هتتصرف قبل اخر الشهر. يعني في تسويات ماليه بقى. حضرتك حكم، انت خدت مساحتك ولا لسه؟ لا ما خدتش. بس خلاص الحكام لسه يعني انت هتناويين تاخدوها، لكن هي لسه ما اتاخدتش. هو ان شاء الله شغالين فيها، وان شاء الله اتحاد الكوره بيوفر الفلوس عشان تتصرف قبل اخر الشهر. هل الحكام في اي لحظه من اللحظات هددوا ان هم ما يحكموش مباريات في الدوري الدرجه الاولى لو ما خدوش مستحقاتهم؟ يعني ايه الاجابه؟ وصلت. لا يعني ايه، هل هددتوا ان انتم ما تدروش مباريات في الدوري الممتاز لو ما خدتوش مستحقاتكم الماليه؟ شوف، السؤال واضح اصلا. الامور كمان. الامور ما بتقدرش بمثل هذه الطريقه. يعني شغل لوي الدراع لا ينفع مع مجلس اداره كلهم اخواتنا الكبار كمان، ولا مع رابطه الانديه ولا مع الانديه، عشان رابطه الانديه دي بتمثل الانديه طبعا، ولا مع البلد ولا مع الجمهور، لان احنا بنحب البلد. واحنا تواجدنا في التحكيم في ناس كتير جدا التحكيم واخد منهم مش مديلهم.
عندهم اماكن تانية هيبقوا افضل منها ماديا، بس احنا حبا في التحكيم وحبا في الدوله ان احنا معتبرين نفسنا جنود بنادي خدمه وطنيه في المجال الرياضي من خلال التحكيم. ده كابتن ابراهيم نور الدين ولا كل الحكام ده رايهم؟ اصغر حكم في مصر احسن من ابراهيم نور الدين. وما فيش حكم في مصر ممكن يروح يوقف مسابقه في التوقيت ده عشان خاطر الفلوس تيجي وفلوس ما تجيش. الفلوس هتيجي هتيجي. ده كلام محترم. احنا دلوقتي فاضل لنا شهرين وكل حاجه واقفه. كل حاجه واقفه. مفيش الا ماتش الاهلي والمصري يوم 3/8 ويوم 30/8 الاهلي والداخليه في كاس مصر، وبعد 3/8 الدنيا هتوقف لحد شهر، في شهرين او شهر ونص. هضغط عليك انا بايه؟ يعني انا لو كنت هضغط عليك والدوري شغال دلوقتي هضغط عليك بايه؟ هي لازم العلاقه تبقى محترمه ما بيننا وما بين المسؤولين. تمام. لان اتحاد الكوره في الفتره دي هو المسؤول الاول والاخير عن الحكام وعن المنتخبات. عظيم. فزي ما بيوفر للمنتخبات موارده الماليه هيوفر للحكام، ان ده شيء طبيعي وشيء بديهي. صحيح. والسنين السنوات الماضيه ما كانش فيه تاخير. صحيح. فلما تيجي تحصل دروب اكيد الدروب ده خارج عن الاراده. طيب. فما انا بقى مش هلوي دراعك واقول لك انا مش هحكم او انا مش هشتغل لما تديني فلوس. ده شيء غير تربوي. صحيح. وحكام مصر ناس نظيفه ومحترمه، ما افتكرش ان في حد ممكن يعمل فيهم كده. عظيم. وبالتالي اتحاد الكره ناس محترمه هيقفوا بعقود وما طلع لهم فلوس. يا سلام. بعد كل الكلام اللي انت قلته ده الطبيعي هيطلعوا الفلوس يعني. طيب قبل ما اختم معاك، مين من حكام الشباب، احنا بدانا نشوف دلوقتي حكام شباب كويسين يعني ان شاء الله يبقوا كمان افضل وافضل يعني، من الحكام اللي انت شايف ان هم ليهم مستقبل عظيم في الكره؟ الحقيقه احنا برضو ما تطرقناش لحاجه. فضل. في البدايه ان احنا بنقول ان لجنه الحكام السنه دي مستر بريرا والكابتن توفيق السيد مدير لجنه الحكام، الكابتن احمد ابو العلا مدير لجنه الحكام، والكابتن توفيق السيد مسؤول التعيينات في الدوري القسم الاول، والكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام ومسؤول التعيينات القسم الثاني، عملوا شيء جميل جدا اتعمل زمان في 2012 و13، وده الجيل اللي قعد 10 سنين يشيل الدوري دلوقتي، اللي هو ابراهيم نور الدين ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وجهاد جريشه وكل الناس اللي الكابتن جمال الغندور طلعهم، وهم درجه ثالثه ودرجه ثانيه ولعبوا في الدوري ممتاز، وهم الاعمده الاساسيه اللي شايله التحكيم لسنوات كبيره. تواصل الاجيال حس بيه المسؤولين في لجنه الحكام وبداوا ياخدوا موقف مجلس الاداره في الاتحاد، وبنشكر الانديه بتاعه القسم الثالث والقسم الثاني ان هم استحملوا وجود الحكام الشابه ديت ودعموهم وساعدوهم لحد ما وقفوا على رجليهم. في عندنا حكام كويسه، عندنا حسام عزب، عندنا محمود ابو السعود حكم صاعد كويس، عندنا الشهدي، عندنا مجموعه مش عايز انسى حد، عندنا حكام كبيره هتبطل في خلال سنتين. لازم يبقى في تواصل الاجيال. انا بشكر لجنه الحكام نيابه عنهم ان هم ادوهم الفرصه في وسطنا وان هم نجحوا، وان شاء الله ان شاء الله هنشوف منهم نماذج هتروح كاس العالم ان شاء الله.